فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: انتشر فيما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل مريض بالسرطان أعاذنا الله وإياكم منه، يقول: يقوم هذا الرجل بأخذ إناء ويضع فيه ماء ثم يقرأ الفاتحة 40 مرة، وكذلك بعض الأدعية 40 مرة، وأنه قد شفي بسبب ذلك، هل هذا الفعل مشروع؟ تحديد يحتاج إلى دليل. أما أنه يقرأ القرآن ويرقي بالقرآن والأدعية لا بأس، لكن تحديده 40 50 يحتاج إلى دليل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.